قررنا السفر برا من ولاية تكساس الأمريكية شرقا إلى ولاية لويزيانا لمتابعة تطورات الانتخابات الأمريكية وكيف يتفاعل سكان هذه المناطق معها. عند اقترابنا من عاصمة لويزيانا باتون روج أو العصا الحمراء، بدأ الإعصار 6 القادم من خليج المكسيك متجها شمالا برمي ثقله على المنطقة شيئا فشيئا، وكنا نلمس ذلك أثناء القيادة، فالريح كان يؤرجح مركبتنا والأمطار تزداد غزارة، والمتاجر بدأت بإغلاق أبوابها وأصبحت الطرق تخلو من المراكب. عند ساعات المساء اضطررنا إلى اللجوء لأحد الفنادق القريبة من الخط السريع رقم 10 الذي يقطع الولايات الجنوبية، فالإعصار زيتا وصل ذروته إذ بلغت سرعته 110 أميال في الساعة، ما أدى إلى التسبب في خراب في الممتلكات واندلاع الحرائق واقتلاع الأشجار وانقلاب المركبات أو الحافلات. الكوارث الطبيعية وشل الحركة قد يؤثر على الاقتراع ونتيجة الانتخابات في هذه الولاية الجمهورية، فالكثير من السكان يتجنبون الخروج من منازلهم هذه الأيام بسبب موسم الأعاصير، وعادة ما يكون هناك هدوء قبل العاصفة، ولكن في لويزيانا الوضع مختلف، فسكان الولاية يعيشون هذا الصباح هدوء بعد عاصفة زيتا وقبل عاصفة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المنتظرة بعد بضعة أيام. ليث بزاري، العربية، لويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية.